بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتي ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ففتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أرسلناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا حدائق وأنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينزل الماء ما قدمت يداه ويقول الكافر لا ليتني كنت ترابا. So this Quran is about the great news. On this verse, they are asking, what are they asking about? About the great news.